بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. معكم مستر عادل محمد، مدرس الرياضيات لدى مدارس بدر تايجرز الخاصة. هنتناول النهاردة بإذن الله تعالى حل أسئلة اختر في النموذج الأول من نماذج كتاب الوزارة. بيقول لي طبعا اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين: واحد، المثلث الذي قياس زواياه 50 درجة و90 درجة و40 درجة يسمى مثلث قائم الزاوية. رقم 2 بيقول لي 4 1 على 8 في 2 و2 على 3 بيساوي، طيب طبعا انا هحول طبعا العدد الكسري للكسر، هتبقى 33 على 8 في 8 على 3 هيساوي طبعا 11. رقم 3 بيقول لي اذا كانت المجموعة 7 و10 جزئية من المجموعة 10 وس زائد 4، يبقى هنا العشرة موجودة هنا وهنا، يبقى عندي الس زائد 4 هي اللي بسبعة، يبقى السين بكام؟ ايه العدد اللي ازود عليه 4 يكون الناتج 7؟ التلاتة. رقم 4 بيقول لي 3.75 في 1000 هيبقى الناتج 3750. رقم 5 بيقول لي نص الاكبر ولا التلت؟ طبعا النص اكبر من التلت، اللي مقامه صغير هو ده الكسر الكبير. رقم 6 بيقول لي رمز المناسب الذي يعبر عن الجزء المظلل، ده طبعا الجزء المشترك او التقاطع، يبقى الاجابة سين تقاطع صاد. رقم 7 بيقول لي 55.241 في ال في 100 الاكبر ولا 5000 ولا 552.41 في 10. طبعا حرك العلامة دي عبارة عن مسألتين، المسألة ناحية اليمين حرك العلامة خانتين ناحية اليمين على حسب عدد الاصفار، العلامة تيجي بين الواحد والاربعة. المسألة اللي ناحية الشمال برضو العلامة لما حركة واحدة ناحية اليمين هتيجي بين الواحد والاربعة، يبقى الإجابة يساوي. رقم 8 بيقول لي 2 على 3 في نقط بيساوي 1، طبعا أي عدد في مقلوبه بيساوي 1، يبقى 2 على 3 في 3 على 2. رقم 9 بيقول لي 43 يوما لأقرب أسبوع بيساوي كام؟ طبعا 43 يوما تقريبا بيساوي 6 أسابيع. رقم 10 بيقول لي اي وتر يمر بمركز الدائرة يسمى، طبعا يسمى قطرا فيها. رقم 11 بيقول لي المجموعة اللي فيها العنصر 50 ايه علاقتها بالمجموعة 2 و5؟ طبعا ليست جزئية. 12 بيقول لي 12.3 في 100 ولا 10 ولا 1000 يساوي 1230، طبعا الاجابة في 100. نروح لرقم 13 بيقول لي اذا كانت صاد بتساوي المجموعة 2 و4 و6 تقاطع المجموعة 1 و2 و3، طبعا هيبقى الصاد بتساوي المجموعة اللي فيها العنصر 2. نكمل بقى السؤال كده، الصاد عرفنا انها بتساوي المجموعة 2، فان سين ايه علاقتها بصاد؟ فان 6 ايه علاقتها بصاد؟ طبعا 6 ليست لا تنتمي للمجموعة صاد. رقم 14 بيقول لي 5 على 8 الأكبر ولا 5734 من 10000؟ طبعا هحول الخمسة على التمانية ده للصورة العشرية، هيبقى 625 من 1000، طبعا 625 من 1000 هي الأكبر من 5734، يبقى الإجابة هنا أكبر من. وبكده نكون قد انهينا النموذج الاول. ندخل على النموذج الثاني. بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين: 1.23 كيلومتر بتساوي كام متر؟ طبعا الكيلومتر عشان احوله المتر محتاج اضرب في 1000، هحرك العلامة طبعا 3 خانات ناحية اليمين، هحط صفر، يبقى الاجابة هتبقى 3260. رقم 2 بيقول لي 9.3 على 25 بتساوي تقريبا كام لأقرب جزء من 10؟ طبعا 9 و3 على 25، 3 على 25 هضرب فوق وتحت في 4 تبقى 9.12 على 100 أو 9.12 من 100. طيب الناتج ده بقى قربه لأقرب جزء من 10، هلاحظ إن الاتنين عندي بخيلة مش هتدي الواحد حاجة، هيفضل الناتج 9.1. رقم 3 بيقول لي 5 على 6 على 1 و1 على 6 بيساوي كام؟ حل المسألة عادي بدون النظر إلى الاختيارات. طيب
خمسة على الستة طبعا عارفين في عملية القسمة القصور، بنزل اضرب اقلب، بنزل الكسر الاولاني زي ما هو، في اقلب الكسر التاني. طب الكسر التاني مش على صورة كسر، على صورة عدد كسري، احوله تحت اضرب فوق اجمع، هيبقى سبعة على الستة، لما اقلبه هتبقى ستة على السبعة، هطير الستة مع الستة يبقى النت خمسة على سبعة. رقم اربعة بيقول لي 312 من 1000 في 100 الأكبر ولا 312 على 10. طبعا أنا عندي مسألتين، المسألة اللي ناحية اليمين مسألة ضرب، أحرك العلامة فيها خانتين ناحية اليمين، هتبقى الناتج 31.2. المسألة اللي ناحية اليسار، حط العلامة قدام الرقم، هيبقى الرقم عندي 312، أحرك العلامة ناحية اليسار، هيبقى الناتج 31.2. طب هنا 31.2، الناحية التانية 31.2، يبقى الإجابة يساوي. رقم خمسة بيقول لي أصغر الأعداد الآتية، هو 11 من 1000 ولا 12 من 100 ولا 123 من 1000 ولا 1 و23 من 1000. طبعا الإجابة الصحيحة طبعا مش هتكون الواحد اللي فيها واحد صحيح، الإجابة الصحيحة هتكون معايا 111 من 1000. هدخل على رقم ستة، برضو عبارة عن مسألتين، بيقول لي أربعة، المسألة اللي على اليمين، 74 من 100 في 10، لما اضرب طبعا في 10 حرك العلامة خانة واحدة ناحية، طبعا لما اضرب 74 من 100 في 10 حرك العلامة خانة واحدة ناحية اليمين، هيبقى الناتج 47.2. يبقى نروح بقى للمسألة اللي ناحية اليسار، بيقول لي 472 من 1000 في 100، طبعا هنا حرك العلامة خانتين ناحية اليمين، برضو هيبقى الناتج 47.2، يبقى الإجابة برضو هتبقى ايه يساوي. طيب رقم سبعة بيقول لي 3 على 5 في 1 و1 على 6، أكبر من 1 و1 على 6 في كام؟ طيب الواحد على الستة موجود هنا وهنا، خلاص أعتبر إن السؤال كالتالي، بيقول لي 3 على 5 أكبر من إيه؟ هدور على أي كسر أصغر من 3 على 5. طيب 6 من 10، لا. 1 و6 من 10، طبعا لا. 5 على 3، طبعا لا. بيقول لي بعد كده 6 برضو من 10، طبعا الاختيار الاخير دي 6 من 100 مش 6 من 10، يبقى الاجابة هتبقى طبعا 6 من 100. رقم 8 بيقول لي ما يمثله الجزء المظلل في شكل فين، طبعا ده مظلل الدائرتين، واخد كل العناصر الموجودة في المجموعتين او في الدائرتين، يبقى الاجابة طبعا س اتحاد صاد. رقم 9 بيقول لي اذا كانت صاد بتساوي المجموعة 2 و3 و5، تقاطع المجموعة 1 و3 و5، طبعا التقاطع هنا هتبقى صاد بتساوي 3 و5، فإن المجموعة 1 و2 و3 و5 ايه علاقتها بالمجموعة صاد اللي هي فيها 3 و5، اللي هي فيها العناصر 3 و5، طبعا الإجابة هنا ليست جزئية، الإجابة هنا ليست جزئية، لأن الواحد والاتنين مش موجودين في صاد. رقم 10 بيقول لي في الشكل المقابل ميم ونون دائرتان، فإن طول ميم القطعة المستقيمة ميم نون بتساوي كم سنتي؟ طيب هلاحظ إن الدائرة الأولى نصف قطرها 2 سنتي، والدائرة التانية نصف قطرها 3 سنتي، يبقى الميم نون كلها هتبقى 5 سنتي. رقم 11 بيقول لي طول قطر الدائرة طبعا بيبقى أكبر من أي وتر فيها، يبقى الإجابة أكبر من. رقم 12 بيقول لي المجموعة 0 ايه علاقتها بالمجموعة 1 و2 و5 و8، طبعا ليست جزئية. رقم 13 بيقول لي العدد 736 و592 من 1000 بيساوي تقريبا 736.59، طبعا ده الأقرب جزء من 100. رقم 14 بيقول لي إذا كان 2 على 3 بيساوي 16 على الجيم، فإن الجيم بتساوي إيه؟ طبعا هنا لو لاحظت هخلي السهم رايح ناحية الجيم، طبعا الاتنين هنا هتتضرب في 8 تبقى 16، يبقى 3 برضو لازم تتضرب في 8،
تلاتة في تمانية ب24 يبقى جيم ب24. وبكده نكون قد أنهينا حل نماذج الصف الخامس الابتدائي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.